أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. هذه المرة بنظهر على حضراتكم من خلال موقع تويتر، وده طبعا بسبب العطل المفاجئ اللي حصل ومازال مستمر حتى الآن على عدد من منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والواتساب. اللي حصل باختصار انه عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي شكا من تعطل خدمة الواتساب والفيسبوك وانستجرام وماسنجر، وانه بيتعذر على المستخدمين التواصل او الاتصال بهذه البرامج. الحقيقة انه رد الفعل الاول أكد أنه إدارة موقع فيسبوك أكدت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحية قالت فيها: نحن ندرك تماما أن بعض الأشخاص بيواجهوا مشكلة في الوصول لهذه التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، وبنعتذر عن أي إزعاج. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية التغطية، اشتكى عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة الواتساب والفيسبوك وإنستجرام وماسنجر، وإنه بيتعذر على المستخدمين الاتصال مع هذه البرامج. كمان أكد موقع إنستجرام عبر حسابه على موقع تويتر أنه تعرض لعطل، ولكن أشار إلى أنه جميع العاملين بيعملوا على حل المشكلة. قال موقع إنستجرام عبر حسابه بموقع تويتر رسالة نصها بيواجه إنستجرام والأصدقاء، طبعا بيقصد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بيواجهوا بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي والمستمر حتى الآن، وقد تواجه مشكلات في استخدامهم، تحملوا معنا ونحن نعمل على حل المشكلة. طبعا خليني أقول لحضراتكم أنه تعطل هذه البرامج بيكون على مستوى العالم، مش بس عندنا في مصر. مش بس كده، كمان أفاد موقع داون ديكتاتور المتخصص في تتبع أعطال المواقع بأن مستخدمين المواقع بيواجهوا مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة. أيضا تلقى الموقع أيضا بلاغات من يعني المستخدمين عن مشاكل في الدخول لمنصة تويتر وموقعي جوجل وأمازون. أشار أيضا بعض المستخدمين في مختلف دول العالم إن في تعطل في خدمات منصات الفيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي، وأعلن الموقع تلقي أكثر من 20,000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة. الحقيقة أنه كان أيضا القنوات الفضائية أشارت للموضوع. قناة العربية قالت في خبر عاجل ليها أنه أسهم فيسبوك بتتراجع بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع إنستجرام واتساب. كمان أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل ليها عن ورود بلاغات عن صعوبة الدخول لتطبيق التيك توك. طيب خلينا دلوقتي نشير كمان ونقول لحضراتكم تاني البيان اللي أصدرته إدارة موقع الفيسبوك عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر. أعلنت من خلال هذا البيان عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحية وقالت فيها إنه يعني نحن بندرك إن بعض الأشخاص بيواجهوا مشكلة في الوصول للتطبيقات، ولكن نحن نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، وبنعتذر عن أي إزعاج. لكن زي ما قلت لحضراتكم أيضا، اشتكى عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة الواتساب والفيسبوك وإنستجرام وماسنجر، وأنه بيتعذر المستخدمين الاتصال مع هذه البرامج. أما موقع إنستجرام فأكد عبر حسابه بموقع تويتر أنه تعرض لعطل، وأشار أن يعني أنهم كمان كل العاملين بيعملوا على حل المشكلة،
وقال موقع انستجرام عبر حسابه بتويتر بيواجه انستجرام والأصدقاء، طبعا بيقصد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بيواجهوا بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي والمستمر حتى الآن، وقد يعني تواجه المستخدمين أو يواجهوا المستخدمين مشكلات في استخدامهم لهذه التطبيقات. وأشار أيضا أنه يعني تحملوا معنا نحن نعمل على حل المشكلة. بالتأكيد احنا حتى الآن زي ما قلت لحضراتكم في عطل في الواتساب ماسنجر انستجرام والفيسبوك، مش عارفين هيستمر لحد امتى، لكن احنا بكل تأكيد هنتابع مع حضراتكم كل التطورات الخاصة بالموضوع لحظة بلحظة. انتظرونا في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع. كنت معكم حور محمد، إلى اللقاء.